مع السلامة يا أمير عايدة مرة تانية. يا حبيبي ما أحلاك. ما شاء الله يخزي العين حوله. ضبيت له التخت وحطيته تحت. طيب نحن بعدين منشيله. نحن رح نطلع بعدين تلحقنا الخانو. دوبكم تركزوا قعدة الولد. تصبحوا على خير. وانتوا من أهله. أنا رايحة بس قلبي مو مطمن أبدا. كتير زودتي يا بيسان. أكيد صاير شي وأنتم مخبينه عني مو؟ وحياتك ما في شي أبدا، كله تمام. ماما إذا بدك تعالي قعدي عنا شوي ومنه بتغيري جو كمان. تسلمي يا روحي ما بقدر. نهال طلبت مني ما أترك هذا البيت. حتى قصة النقلة أجلتها لهالسبب. مالي حابة زعلها مني. ما عم صدق هالاتفاق اللي بيناتكم شو حلو. لا تنسي إنها مريضة، مو معقول روح معك وأتركها بهيك حالة، بعدين بتفكر هربت منها. بكرة بس يهدى الجو بيجي وببقى عندك كم يوم ولا يهمك. قلتي لي يهدى الجو؟ يلا تأخرتي عن نهاد. طيب يلا باي. تصبحي على خير. تلاقي الخير. نهاد سبقني؟ ايه مدام طلعوا كلهم ناطرين بالسيارة. تأكدتوا انكم ما نسيتوا شي من الأغراض؟ تأكدنا مدام. كاتيا تصبحوا على خير. شو ما كانت المشكلة لا تكبروها، بس توصل نهال خبريني. أكيد. بخاطري. باي. تصبحي على خير سمر. نهال؟ 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 يا سمعت صوت سيارة، اجت نهال شي؟ لا يا روحي لسه ما اجت. فكرت اجت. يلا روح نام. طيب بس اجي فيقوني رجاء. ماشي.
وصلوا وصلوا. يلا جميلة بسرعة. عم اشتغل امي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على مهلك. خفنا عليك كثير يا سكرة. ما في شي بيخوف، الحمد لله منيحة. الحمد لله. على مهلك بابا، على مهلك. الحمد لله الحمد لله. أهلا وسهلا. أهلا فيك. الحمد لله على سلامتها، مرت على خير. مثل ما أنك شايف. نهال اجيتي؟ أهلا وسهلا يا روحي. أهلا فيكي. ورجيني لشوف، يخزي العين منيحة؟ كتير منيحة. قديش خفت عليكي؟ ما في داعي، أنا منيحة. لازم ترتاح شوي. يلا بلا ما اتعبك، اطلعي ارتاحي، تصبحي على خير. تصبحي على خير. وانتو من اهله. تصبحي على خير. لازم تنامي منيح. اختي لا تركض، خفت عليك كثير. يلا خليها تروح تنام. يلا حبيبي عتختك، تصبح على خير. شو هالريحة اللي هون؟ حاطت برفان من ما تنام؟ لا. تصبحوا على خير. حكولي شو صار بالمستشفى؟ يلا على النوم. Thank you.